هشام شبر مواليد 57 خريج معهد الفنون الجميلة 81-82 إخراج خريج كلية الفنون الجميلة 2005-2006 تمثيل كاتب مسرحي مصمم حركات وأكتب الأغنية. معهد الفنون الجميلة كان إلى الفضل بنشأة هشام شبر، لكن الفضل الأكبر كان للراحل طالب جبار اللي علمني الأخلاق وعلمني الفن وعلمني المسرح. قبل لا أتعرف على الأستاذ الراحل طالب جبار، بالمتوسطة كان شخص اسمه جمال محمد يوسف كان يألف لنا وإحنا نمثل. اجتمعنا بالتمثيل بالمتوسطة متوسطة الجاحظ أنا ودكتور كريم عبود بمسرحية الصالون المسحور، وبعدين اجتمعنا مرة ثانية أنا ودكتور كريم عبود في مسرحية الجرة اللي بيرانديلا في معهد الفنون الجميلة. من أين بدأت؟ بديت من هشام شبر. كيف كانت البداية؟ أنا من أتحدث هسه يكون تقليدي الشغلة، أنه كنا بالغرفة مال الهول احنا نسميها أنا وأخوي سيد محمود، نخلي السرير ماله ويا السرير مالتي نجمعه نسوي نستيج ونمثل مثل المجانين. بس هاي يعني هي حقيقة بس هي صارت تقليدية حتى واحد يستحي يقولها. لا هي بدايتها يعني ألعاب الأطفال، ولكن هي مو العاب الاطفال، مو العاب الاطفال دكتور، انما كنا نقلد ما نشاهده بالتلفزيون. يعني كان ذول الابطال ابو الستر في المسلسل الاجنبي الهارب، هاي الافلام الاجنبيه اللي كانت تطلع بتلفزيون الكويت كنا نقلدها، وعد على اساس احنا رئيس عصابه، كلنا ناخذ رئيس عصابه ما ناخذ بطل. زين، هاي الخطوات الاولى تقدر تعتبرها شكلت خطوات شيء الأولى في ذاكرة الشخصية المتكاملة اللي نعم التي تسعى للتكامل. احنا ما كنا نعرف شنو التكامل وشنو النضوج، بس في فترة المراهقة امرأة مسيحية هي كانت بعمري دفعتني الى ان اكون حارس مرمى. كنت ما احب الطوبانه، ما احب كره القدم، بس هي كانت تعشق كره القدم وكانت تتابع كره القدم وتتحدث لي عن، هي كانت جارتنا يعني جارت تتحدث لي عن القدم وفلان وفلان، فقلت لازم انا اصير أن يعني لاعب كره قدم حتى اعجبها، وصرت لاعب كره قدم وصرت حارس مرمى اعجبك يعني. لا صدق. اي والله، بحيث منطقتنا احنا قاعدين في منطقه بحي رساله كانت كلها بساتين. واصحاب البساتين يعني ابناء اصحاب البساتين عندهم فرق، فريق العوده وفريق النصر. فعد ما نفوز ينطوني عثق رطب. اي والله العظيم. الكاس مالك. لا يعني تكريما لي. تكريما لك. اي نعم نعم. واستمريت بكرة القدم؟ لا استمريت بكرة القدم آخر يعني صعدت أنا صرت حارس مرمى كلش أعجبك، بس بآخر الأيام صار صراع بينها وبين المسرح.
اي دخلت الى معهد الفنون الجميله. فاحب كره القدم واحب المسرح، وايضا امراه اخرى جعلتني صوت الفنون الشعبيه. لا حول ولا قوه. زين في الفنون الشعبيه؟ بالفنون الشعبيه كنت، كان الراحل طالب جبار الله يرحمه كان يخليني مدير المسرح، يعني من يدرب انا احفظ شنو الحركات، بس ما اعرف ادي الحركات، بس احفظ شنو الخطوات والحركات والتشكيلات اللي ينطيها، بحيث اذا اجى يوم ثاني او يوم ثالث بعد انقطاع تمرين يومين ثلاثه يجتهدون ذول المؤدين الحركات شباب مثلي يضيفون. لا قل صيحوا لي هشام، يصيح لي اقول له كيت وكيت وكيت. يعني انت السكريبت مال العمل. انا السكريبت مال العمل، هذا دفعني الى ان يعني اكون مؤدي حركات، ومن مؤدي حركات سولو. اي نعم، يعني نمبر 1 بالحركات. اي سولو انفرادي يعني امام المجموعه يؤدي. زين تقدر تذكر لنا اهم الاعمال اللي قدمتها بذيك الفتره؟ لو اتذكر ما تسعف. لا قدمت العوده المفاجئه والراحل طالب جبار جاسم. مسرحيه لاتحاد النساء، فرقه الطليعه لاتحاد النساء. قدمت الباص القديم هم للراحل طالب جبار. قدمت ينابع الميلاد، وبريت هاي. لا مو بالثمانينات، هاي بالسبعينات. انا 81 82 رحت عسكري. اي تخرجت من معهد رحت عسكري، بس رغم انه انا عسكري كان الاستاذ الراحل طالب جبار يفرغني انه اشتغل يعني بالمدارس لوحات واوبريتات، فعملت في كل مدارس البصرة على الإطلاق، حتى للقرنة رحت، وحتى للزبوير رحت، لأبو الخصيب رحت، للتنومة رحت. كانت هاي الفترة كلها تشتغل أنت بفنون شعبية. نعم. يا بصرة الخليج والسيار، هنا النخيل والعلوم والأدب، هنا ارتقت أمجادها ثقافة العرب. إنزين هشام شبر شاعر. أي نعم. يكتب شعر. شعرك الجميل. أدري بروحي محطة، وأدري بيك أنت القطار، وأدري بجروحي تذاكر للسفر والانتظار. هاي شلون كانت بداية هالشعر؟ كانت خواطر؟ هم امرأة؟ هم امرأة جعلتني شاعرا. حقيقة حقيقة، يعني لأنه كانت امرأة من النساء الحلم. كانت تعشق نزار قباني. اي الله. اي سمعنا. سمعك. ما تجي ببالي الفصحى، ما يجي ببالي لان كاتب الفصحى. ما اريد نزار قباني، انا اريد هشام. حاولت انا. اي وما قدرت اخفي. تبقين انت نقطة ضعف. نقطة ضعف. يفضحني صوتي من اتكلم، تلزمني العبره واتالم، ايش ما اوصف، ما ينفع وصفي. تبقين انت نقطه ضعف. من اجمل الابيات اللي اسمعها من عندك. دائما احبك، يعني حتى حفظتك متردده يعني. الشعر ما اخذ مساحته كبيره. الشعر اخذ مساحته لا لحن لي الدكتور احمد ابراهيم. محطات. أدري بروحي محطة، وأدري بك أنت قطار. لحن لي أحمد إبراهيم وناصر هاشم، الدكتور ناصر هاشم، وأستاذ كريم حميد نادر، أوبريتات عديدة. أنا من تأليفي بالمناسبة. أتذكر أنت. نعم. عندك أوبريتات عن الوطن. من تأليفي. من تأليفك. نعم. ومن أخراجي. نعم. وكانت أشعارك مغنات. أتذكر أكون شودة للجامعة شكل. نناديك يا جامعة. ننادي رحيق الثقافة فيك
وفجر التماع الحضارة فيك، ننادي الوجود وسر الوجود، يا صرح الثقافة يا جامعة. أدري بروحي روحي محطة، وأدري بيك أنت بيك أنت أنت القطار. أدري بجروحي جروحي تداك للسفر والانتظار. لم يأفل نجم هشام شبر بين العقود المتتالية، يعني دائما كان يبرز على الساحة. حاولوا إطفائي. زين، هاي شنو قصتها، المنطقة التي تعمل بها، وأثير الجدل حول هذا الموضوع يعني. شوف دكتور حسن، أنا أساساً أنت من أي منطقة؟ أنا من حي الرسالة. أنا بالمناسبة خريج محل الفنون الجميلة، مثل ما قلت لك إخراج. خريج كلية الفنون الجميلة تمثيل. إذا أنا في منطقة المسرح، هو حتى الأوبريت هو مسرح، هو جنس من أجناس المسرح، هو يحتوي على التمثيل، يحتوي على الحركات التعبيرية، يحتوي على الفكرة، يحتوي على الحبكة، يحتوي على كل العناصر اللي تبحث عنها بالنص، النص المسرحي أو العرض المسرحي. العرض المسرحي يعني أنت ترى الأوبريت جزءا أو ينتمي إلى المسرح؟ هو لا لا، وين تودي العد اذا مو من المسرح؟ هو يعني مو فن خاص. لا 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 لا، انت استاذ دكتور حسن، بدايه المسرح هو كان هاي الطقوس الدينيه والاحتفاليه والحركات والاداء والاقنعه، هي احتفاليه، هي اشبه بالاوبريت هذه. وهو يعني تعتقد أن هذا الأوبريت هو نتاج مسرحي، ولكن ما هو اللاكن؟ ماكو لاكن ولا، وإنما مو أي واحد يقدر يدخل هاي المنطقة. أكو مخرج مسرحي لكنه لا يحسن الحركات التعبيرية، ولا يحسن التعامل مع المجاميع بالحركات التعبيرية والاستعراضية. أكو مخرج حركات، مصمم حركات ومدرب حركات، لكنه لا يحسن الإخراج المسرحي، لا يحسن التمثيل وتدريب التمثيل، ولا يحسن الإخراج، لا يحسن الدراما، لا يحسن كيف يتعامل مع الممثل ومع المشهد ومع مع مع ربط المشاهد وبناء البناء. ممتاز، يعني أنا أوصل وياك إلى نتيجة بأنه أنت هي منطقة واحدة، ولم تغادر منطقة إلى منطقة كما يقال أو يثار عنك أنه هشام شبر منطقة الفنون الشعبية انتقل إلى المسرح. شوف دكتور حسن، أنا اشتغلت المسرح، اشتغلت الصعود إلى الأسفل. نعم. معاك أنت الممثل، كنت البطل. اشتغلت المسرح الوجداني، هذا المسرح الحسيني، اشتغلت ليلة مقتل العدالة الإنسانية، ليلة استشهاد الإمام علي عليه السلام، اشتغلت ذاكرة الدم، ليلة مقتل الإمام الحسين عليه السلام، اشتغلت الأرض وما عليها عن واقعة الطف، اشتغلت الأوبريت، اشتغلت حلم مجنون، اشتغلت ناصر ابو الجرايد، عراق الكبرياء، ناصر ابو الجرايد، هاشم ابو الهوى. كتبت للاغنيه وكتبت للمسرح، عندي نصوص للمسرح. قبل اشهر نص اسمه رائحه القهوه، نصي اشتغلوه بالسويد.
اي نعم اشتغلوا بالسويد وقدموه، وهسه انت يعني خلال هذا البرنامج راح تطلع مشاهد من العرض اللي بالسويد. نعم نعم. كل المحطات ولت هاربة وهي تلوذ بنفسها عن هذيان تشكل حقيبة. ها مجال الرحيل، دعونا نبني منبع من مكاننا هذا. أرى من بعيد ظل، ظل من هذا؟ غبي، إنه ظلنا الفزع. دهشة غاغت بثياب الخوف، في السجن هربوني كثيرا. يعني أنت رجل فنان بصري مثقف، ايقونه بصريه جميله، ممكن أشكرك. ان توصل صوت الثقافه البصريه الى الخارج. لم تعمل فقط في الفنون الشعبيه ولم تعمل في المسرح، ولكن لديك نشاطات وليس في الكتابه والشعر، نشاطك في التلفزيون. التلفزيون اعرف انه انت لك تاريخ. التلفزيون بديت به من التسعينات. نعم. مع الراحل محسن عبد الزهره. نعم. ومع المبدع مؤيد عبد السلام. نعم. ومع المخرج طلال محمد خشان. تحياتنا لهم. بديت به رسالة البصرة. اي. كانت تطلع بالتسعينات من تلفزيون البصرة. تلفزيون البصرة. كان هم مشاهد ساخرة ناقدة تتحدث عن السلبيات الموجودة في المجتمع البصري. بعد التغيير قدمنا، وانت كنت ويانا، قدمنا مشاهد هم تتحدث عن السلبيات والسلبيات الموجودة بالمجتمع. بعدين طورت شخصية عندي معينة اللي هي شخصية غايب أبو المشاكل. غايب أبو المشاكل شخصية محبوبة، أحبها الشارع، لأنه بدليل أنا يعني عرضت 12 أو 14 حلقة بالتلفزيون البصرة، لكن في أي مكان أروح يعرفوني، يعني يقول غايب أبو المشاكل، ما يسموني فلان، أنت مو غايب أبو المشاكل. أكو واحد يقول لي يعني شوفني لابس قاط ومشلون، يقول لي أقول لك أنا عندي سؤال بس مستحي، قلت له لا تستحي أنا غايب أبو المشاكل. هاي قدامك صارت عدة من الحالات. نعم. انطيني صوتك، خلي أرسم بدعاء، بلكي ينشف بحر خوفي، بلكي أتنفس فرح. أعزائي المشاهدين، حلقتنا اليوم كما عودناكم عن سلبيات المجتمع، حلقتنا عن الإطلاقات النارية العشوائية، عن الناس الجاهلة الغافلة اللي تطلق العيارات النارية بالهواء كيف ما شاءت، ما تفكر انه هاي الإطلاقات النارية يجوز تنزل على انسان بريء، على طفل، على امرأة، على شيخ، على رجل وتقتله وتصيبه. ما يدرون ان هاي السلبيات عيب وغلط ما يحبثها المجتمع. خلينا نشوف غايب وجماعة غايب شنو محضرين بهاي اليوم. انطيني صوتك، خلي ارسم بدعاء، بلكي ينشف بحر خوفي. احنا اللي اسسنا الملعب واحنا نلعب فيه، احنا اللي اسسنا الملعب واحنا نلعب فيه، احنا اللي اسسنا الملعب واحنا يونس حي هوار مدري منو والله نسيت اسمائهم كلهم حلوين. احنا اللي
لك حسان. الآن أنا قاعد ألاحظ باليوتيوب وبالفيسبوك اللي عدد المشاهدين يوصل إلى 3,000 و700 11,000 100,000 50,000 أكو مشاهد. شد متابعينك هواي. شوف دكتور حسن، أي واحد يتعرض إلى هجوم عنيف قول هذا ناجح، لأنه أنت من تعرض مشهد ما أنت ما يعجبك لا تباوع عليه، أنت ما يعجبك لا تعلق عليه، بس تتحدث بتعليقات غير لائقة، إذا أنت متنرفز من نجاح هذا الشخص. أو متصيد. متصيد أو هاي الجيوش الإلكترونية. أنت عندما تتعرض إلى هجوم معين بالإنترنت، قول أنت على الخط السليم والصحيح. من سيبني لي وطني الأول والأخير؟ يا الله كم رب نريد لكي نركع، وكم وطنا وكم شعبا وكم ثورة وكم وطنا وكم شعبا وكم ثورة وكم وطنا وكم شعبا وكم وهل للشوق أن يبني دولة أو يحرر شعبا أو يهزم جيشا؟ السينما. نعم، السينما اشتغلت شهيد الوطن عن الراحل الكبير عز الدين سليم. نعم. إخراج مرتضى الحلو. اشتغلت أغلى من الروح. هم إخراج مرتضى الحلو لجامعة البصرة وحدة النشاطات الفنية. نعم. اشتغلت الصرخة. انت كنت معاي، وحتى اغلى من الروح انت كنت معاي. كلنا. اي نعم. نعم. ار او. اي نعم. ار او مع عبد الجبار ثامر. اي اول فيلم هذا قبل هاي الافلام اللي عديتها ار او كان. ار او يتحدث الاخرين انه انا افضل اول فيلم انتجت البصرة وفلان افضل فيلم انتج بالبصرة. لا اكو فيلمين انتجوا للبصرة اللي هم أحلام الجواميس وآر أو في نفس الوقت وفي نفس التمارين وفي نفس التصوير وفي نفس المشاركة بمهرجان اللي بالشمال لإيفيني فيلم. إيه يعني في نفس التوقيت وفي نفس الخط. صحيح. فماكو هذا الأول وهذا الأول أو هذا هو أول فيلم أنتج للبصرة. لا ثم خلنا نبتعد عن أنه أنا أول وذاك ثاني. خلنا نبتعد عنه. إحنا ليش ما نغير المكان؟ تفضل. والله على وايد. يلا تفضل. فاتنا أن ننوه اليوم نحن في ضيافة شركة الاستقبال للأثاث، موقعها في المشراق الجديد على شارع 14 تموز. شكرا لهم على هذه الضيافة الجميلة وعلى هذا حسن الاستقبال. نرجع إلى ضيفنا العزيز اللي إحنا في ضيافته لو أنت في ضيافتنا. كلنا في ضيافة الرحمن. إن شاء الله. أستاذ هشام، بعيدا عن
الجو الفني والمسرحي والثقافي. نعم. حضرتك موظف في جامعة البصرة. نعم. تعينت. نعم. سنة 92. 92 تعينت. 92 كنت تشتغل في المركز الثقافي. المركز الثقافي تحول برمته بكوادره ببنايته بمديره الى كلية الفنون الجميلة. زين. ب 92. شنو عاصر هاي المرحلة؟ شلون تشكلت هاي القضية وتحولت المركز الثقافي الى كلية الفنون الجميلة؟ احنا كنا انا والاستاذ عبد الكريم نادر. نعم. نجي للمركز الثقافي اللي هو تحدث لك عنه اللي هسه تحول الى كلية الفنون الجميلة. جميلة. نشترك باعمال الدكتور عبد الستار عبد الثابت، في ذاك الوقت لم يكن دكتور، كان ماجستير. استاذنا. نعم. تحياتنا له. تحرقت اوبريتات، مسرحيات، اشتغلت مع الدكتور حسن الخاقاني، تحياتنا له. تحياتنا. الناس والحجاره. نعم. اكو شغله طريفه بالناس والحجاره ويا دكتور حسن الخاقاني. انا من عادتي من يتحدث الجمهور اطلع عن النص واتحدث ويا الجمهور. وارجع للشخصيه مالتي. فاحد الشباب كان يتحدث، فطلعت من الدور مالي وتحدثت وياه، بس من ضمن التمثيل اخذ الشخصيه اخرى، تحدثت وياه و يعني وسكتته ورجعت وانا اتحدث ويا دكتور حسن الخاقاني بالغرفة الكنترول. شرد بالكواليس؟ لا، بالغرفة الكنترول. الكنترول كانت امام الشرد. طلع من القاعة. زين، يا يسيطر على الاضاءة. المهم لو رجعت امثل وكملت العمل كلش طبيعي والهدوء ساد. نعم. المهم بعد قدمنا اوبريتات ويا دكتور عبد الستار عبد الثابت، اجى الوزير في زياره في ذاك الوقت، فشاف الاعمال اللي موجوده واللي تقدم، وشاف بالذات اوبريت الدكتور ستار عبد الثابت، فامر باستحداث كليه في جامعة البصرة تسمى كلية الفنون الجميلة. أول عمل لهذه الكلية كان من تأليفي وإخراجي اللي هو حبيبي يا وطن، حبيبي أو حبيبي يا عراق، كان ألحان صديقي المبدع عبد الكريم نادر. تحياتنا. نعم. يعني أنت تقول إجا وزير التعليم العالي. نعم نعم نعم. كان مركز ثقافي وشاف العمل، شاف الأعمال، شاف أكو طاقة، شاف أكو شباب، شاف أكو يعني طاقات مبدعة. والافتتاح مالت الكلية كان حبيبي يا وطن. حبيبي يا وطن. تأليفي وإخراجي وألحان عبد الكريم نادر. هاي أمي، هاي بيبيتك ماتت، انت امك ماتت وانا امي ماتت بالقصر. جت الطيارة طارت وخصمت البيت وماتوا. بعد كلية الفنون وين انتقلت؟ بعد كلية الفنون الجميلة رحت النشاطات الطلابية. نعم. كان يسمونها وحدة النشاطات الرياضية الواحد ووحدة النشاطات الفنية الواحد. نعم. وبقينا نشتغل. اجى مدير علينا دكتور كريم عبود، وبعدين حميد صابر، دكتور حميد صابر، وبعدين كريم صغير، وتوالت المدراء الى ان وصلت لي انا صرت مدير. هاي النقطة. نعم. لما الفنان يستلم منصب اداري مو فنان طبيعي يعني اعتيادي، فنان مثل هشام شبر، كيف كان يدير هذه الامور؟ ما كنت اتعامل ويا جماعتي، لان هم جماعتي المدربين الفنون كنا يسمونه. نعم. جماعتي ما اتعامل وياهم مدير ويعني رئيس ومرؤوس. نعم. لا لا،
وحتى كنا نختلف ونصايح والى ان نوصل الى اتفاق. يعني تشوفنا من يطبون وين المدير ما تعرفون وين المدير، من المدير ما يعرفون من المدير. حتى في بعض المرات انا كنت يعني اروح عن لكليات يعني من مدربي الفنون، ما اريد اجيب اسمائهم، انا اقدم عمل عنهم باسمهم. صحيح. باسمهم باسماء. اي اي نعم، حتى الديم العلاقه الفنيه خلينا نقول والاخلاقيه كمدير. بفترتي قدمت حضرتك عمل النفس الزكية، النفس الزكية، وشاركت فيه بمهرجان مؤسسة الغدير وعرضته في جامعة البصرة. نعم. وكان عمل ناجح وقدمنا شطار. اي كونا مكتبة، كونا معارض، كونا دورات. اول دورات للصحافة كانت عندنا. جبنا العراقية نفسها، العراقية نفسها جبناها الى 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 الجامعه، انتجت افلام بالتعاون مع وحده النشاطات الفنيه. النشاطات الفنيه يعني كان لها صدى كبير. نعم. هاي المرحله كانت كلش مهمه للنشاطات الفنيه ومهمه لتسويق الثقافه من جامعه البصره. اعتقد كانت دور وحده، هي كانت وحده النشاطات، وحده النشاطات دور كلش كبير وفاعل في الانتاج الفني والثقافي. يعني اتذكر حتى دورات اعلام سويت. نعم نعم نعم. او سوينا. اي نعم نعم سوينا، لانه احنا نشتغل بنفس الكل، نفس ونفس الواحد، نفس الواحد. يعني أي نعم. أي. هذا اللي كان يعني كان محبب لنا بذيك الفتره. نفتقد بعض التفاصيل هذا العمل بسبب الدمج، بسبب التغيير. يعني مو مشكله، احنا هسه نريد نقول ورا مدير النشاطات. ورا مدير النشاطات رحت للمركز الثقافي، قدمت قبل لا اروح المركز الثقافي، قدمت رجل من ذلك الزمان. نعم. نجح. فدكتور ناصر المنصور تحياتي له، افضل مدير للمركز الثقافي، لاني يحب يعرف شلون يتعامل ويا يستحق ويا تحية والإكبار. نعم. هذا الرجل المتميز. قدمت معاه باشرافه، قدمت حلم مجنون، عراق الكبرياء، هاشم ابو الهوى، ناصر ابو الجرايد. شنو كان دورك بالمركز الثقافي؟ كنت مسؤول الثقافه والفنون بالمركز الثقافي. ايضا اداري. ها هذا مو اداري، هو اداري بس انا ما لان انا دائما بالمسرح، بس هو انا مسؤول الثقافه والفنون بحيث المسرحيه تجي من برا انا اشوفها. لازم اخاف يعني من راس الجامعه يقول لك خاف بها كلمات او افكار مات. هم لاحظنا وهج كبير في المركز الثقافي من تقديم اعمال وفعاليات. انا كنت بالمركز الثقافي يعني بفتره دكتور ناصر المنصور، يعني قبل لا يعني تنتهي الفتره مال الاداره مالته، كنت وكيل مدير، يعني وكيل المدير ومخول المركز. اي وكيل المدير كتاب من الرئاسه. نعم. وحتى من اجى دكتور اللطيف هاشم بعده كنت انا وكيل المدير. نعم. بعد لطيف هاشم بعد هذا وين؟ بعد شنو اكو كلمه يقولون وقد جنت على لا لا هاي مال هجوم دائما يقولون وقد غدر الغادرون، اكو اي وقد غدر الغادرون. فرحت من المركز الثقافي بعيدا عن الغادرين وبعيدا عن من هم وهذا. المهم الفنان، الفنان اللي عنده عطاء وين ما تخليه يشتغل. هاي اللي ابحث عنها. يعني انت بالمركز الثقافي وهج، بالنشاطات وحدة النشاطات المركز الثقافي، الآن في كلية الفنون الجميلة أنت تمارس نشاطا آخر. في كلية الفنون الجميلة قدمت يعني ولو هو أعمال أشتغلها خارج الكلية وأجي أعرضها بالكلية بالتعاون مع الكلية. قدمت انشطار اللي شاركت في مهرجان العمارة. نعم. ميسان.
قدمت قراءة في كبرياء كربلاء الجرح، نعم، هم بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة. قدمت أنفاس الطف، نعم، قدمت أوبريت الأطفال مع عن عن يعني قدمنا لمرضى السرطان. نعم. اي نعم. بعد ما هذا النشاط كله، اليوم جاي نلاحظ ان وسائل هشام شبر تحول الى نشاط اعلامي، واعتقد انت اليوم عندك صفحه بالفيس هي اخبار كليه الفنون، اسمها اخبار كليه الفنون الجميله في البصره. هذه الصفحه يعني تعتني وتلتقط النشاطات المميزة في 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 أورقة كلية الفنون الجميلة مصورة. قد ينظر البعض إلى هشام شبار بوظيفة صغيرة لا تليق بهذا التاريخ العميق، هذا أنا ما أعتقد يهمني الوظيفة ما وظيفة، أنا عندي عطاء جاي أقول لك. أنا بكلية الفنون الجميلة وقدمت آخر ما قدمت قبل أسبوعين في يوم المسرح العالمي مسرحية المقطع الأخير لأغنية التم، تأليف وتمثيل الكبير عبد الحليم السلمي وأخراجي. إذن أنا متواصل وبالتالي متواصل بالكتابة، يعني حتى الكتابة المسرحية، النصوص المسرحية. ملاحظة، أنت درستنا لياقة. نعم، مسرحية. نعم. أي بالبداية لما كانت بالبداية. لياقة. نعم. مسرحية. نعم نعم. هسه تحولت إلى تحولت إلى ساحة وميدان وكرة قدم، لياقة بدنية أصبحت. أي نعم. سوى درس. نعم. مهم كان. نعم صحيح. وإحنا صحيح. تعلمنا على أيديكم. الله يخليك. أنت وأستاذنا كريم نادر. نعم كريم نادر. ودكتور ناصر هاشم كانوا صحيح. يعني أساتذتنا. نعم. هشام شبر إلى أين؟ هشام شبر خلق من تراب وإلى التراب يعود. رفعوا الجنازة وأنا وحدي أطوب. رفعوا الجنازة تتسلل وحدتي وتسكن مع الضرير، تسكن مع الضرير. مشاريعك المستقبلية ماذا ستقدم؟ لا أدري، ربما سأستحدث عطاء جديدا يليق بهشام شبر. ملاحظة هي بس مو نقد. هي أنت جانب الابتكاري عندك يعني يطغى أو يتفوق على الاستراتيجية في التخطيط. يعني أكبر مساحة أنت عندك تبتكر فيها، وليس كل ما تخطط له تنجزه، تحول مساراته، تشتغل في مناطق أخرى، وكله هو يصب في هشام شبر. أجمل شخصية وأجمل أستاذي وصديقي وأحبك. الله يخليك. أستاذنا الكبير. الله يخليك. هشام شبر. أحب الناس كلها. وأحب أمي وأشتاق لها. الله يرحمه. ماذا تكره؟ أكره الخيانة. صفاتك التي تراها جميلة فيك؟
لا أرى في داخلي شيئا جميل. ولكنك جميل. هل ترى فيك في نفسك طفلا كبيرا؟ أرى في نفسي طفلا خطيئ، خطيئ، حيل خطيئ. كيف؟ خطيئة، خطيئة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أحس بألمك، هل ألمتك الحياة أم الظروف أم ماذا هنالك؟ ما الجرح الذي في أعماق هذا الشخص؟ كافي، ما راح تحكي. وما راح تحكي؟ لا راح أحكي. يلا. أولادك ما حكيت لنا عنهم، احنا نعرف عدنان خريج كلية فنون جميلة وشبر بالمتوسطة، وعندي 4 بنات. منو تشوفه على خط هشام شبر؟ ما حد. حتى أبو الفنون الجميلة؟ ما حد. أقرب الناس إليك؟ ما حد. أبعد الناس؟ ما أدري. وين تجد هشام عندما تفتقده؟ بالنوم. النوم أسهل وأكبر وسيلة للهروب. تكتب هواي؟ أكتب. ليش تكتب هواي؟ أنا ما أعتبر الكتابة حالة إبداعية، وإنما حالة تنفيذ، حالة نزف. يعني هناك تراكمات في داخلك يجب أن تتخلص منها. كتابتي أو كتاباتي فضلات حروف ليس إلا. عصبي أنت في العمل المسرحي؟ جدا، مخبل، مجنون. لكن بعد التمرين أو بعد العمل لا، مجنون هادئ. قيادتك للعمل، هل تعتقد ان الممثل دكتاتور؟ انا دكتاتور، اعترف بذلك. هل تجد انه الفنون الشعبيه في الوقت الحالي تجد صداها ومداها في الشارع؟ تجد صداها ومداها بالشارع، لكن تحتاج الى انتاجيه، تحتاج الى كاتب محترف مو كاتب غنائي، تحتاج الى مخرج محترف. يعني أنا ضد اللي يقدم الأوبريت، يعني يقدمونه منقسمين إلى 2، مخرج اللي هو مصمم ومدرب الحركات على حدة، هذا يدرب ويصمم للمجاميع الحركات التعبير والاستعراضية 5 لوحات أو 6، وهناك مخرج آخر هو مخرج مسرحي يخرج المشاهد التمثيلية ويربط بين الـ 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 ما علاقتك بالكيروغراف ومدربي الحركات والجسد؟ علاقتي حلوة مع أحمد الشمال، جميل. أنا أعرف أنت حضرتك راح ندخل بمسائل شخصية. أنت لحد الآن قاعد في، يعني ساكن في غرفة صغيرة في بيت أهلك بالطابق الثاني. لا هي مو غرفة، هي 4 غرف مشتمل. أي مشتمل، نعم. ما طمحت فرد يوم انه يكون لك بيت خاص لك؟ اكيد البيت وطن. زين، في ظل هذه الظروف وهشام شبر جنى ما جناه من الفن ولم يجني ما له. خلي جنون الرواد السابقين، روادنا، خلي يجني عبد الرحيم السلمي، خلي يجي سمير الكعبي، عادل الجبوري، جابر ميرزا، عبد الجبار التميمي، فلان فلان، بعيدا عن الاسماء، خلي يجنون وبعدين من يخلصون عد انا اجني. رائع جدا هذا الشعور من جانبك انه انت تأثر الاخرين على نفسك. هل شعرت في يوم من الأيام أنه غبن حقك؟ كثير، كثيرا جدا. وين؟ في كل مكان.
كل مكان كل مكان.